هل يجوز ضرب المتهم حتى يقر؟ والله إذا كانت هناك براهين قوية قاطعة أنه المتهم ولكنه يتغاضى أو يتحامق، لا بأس أن يمس بشيء من ذلك حتى يعترف. إحنا عندنا البينات وعندنا الأمور واضحة تماما، لكن إن يكون المسائل عبارة عن شكوك ونضربه ضربة مبرحة، طب هو ممكن يتفك من الضرب بالاعتراف. أنت عاوز أقول لك إيه؟ عاوز أقول لك أنا اللي سرقت الرمسيس، أيوة أنا اللي سرقت رمسيس، وأنا اللي عملت كذا، وأنا اللي عملت، عشان يفك نفسه من الضرب والبهدلة دي. لكن إذا كانت بالفعل هناك دلائل يقينية إن اللي هو المتهم خلاص، يعني افترضنا مثلا واحد متهم بقتل امرأة، وبعدين بعد كده وجدوا فيه خربشة في وجهه، ولما بدأوا يحللوا الخربشة دي وجدوا فيها بقايا دم، لما حللوا الدم وجدوا نفس عينة الست اللي مقتولة دي، يبقى ديت معناها ايه؟ معناها ان الست بتدافع عن نفسها خربشته وحصل اشتباك، يبقى ده دليل قوي، دليل قوي، لا سيما ان هو كان صديق زوجها، لا سيما ان هو كان بيخش البيت في غياب زوجها، طبعا بيوت منحله ما فيش ضوابط اسلام ولا اي شيء، يبقى ده برهان قوي، ده برهان قوي، يبقى لا بأس ان هو يمس بشيء بسيط على قدر الحاجه، والله المستعان.